بسم الله الرحمن الرحيم. fitting the removable partial denture framework معناتها المتل فريمورك ورا ما يكمل شغله بالمختبر يجيني لازم اسوي له fitting، لازم اتشيك اني بالبيشنت ماوث اشوفه قاعد اوكي لو اكو فد مشكله. اذا انا سويت سكيب لهاي الخطوه ثملتها، يعني هو تو ريسكي انه ما اسوي الفيتنج للمتل فريمورك، احتمال يعني هو يعني ما قاعد زين، ما مضبوط بالبيشنت ماوث وما شيكته، فراح تبقى عندي هذا المشكله للنهايه. يروح المعمل مختبر يخلي لي عليه الاسنان ويكمل ينطيني دنشر كامل، اجي لبس البيشنت ما راح يقعد بالبيشنت ماوث، فاكون خسرت جهد، خسرت وقت وفلوس وتعب، بلس انه خسرت اني ثقة البيشنت. لذلك انه هاي الخطوة جدا مهمة حتى اكمل اشتغل فالدنشر زين ويبقى فعال البيشنت لفترة طويلة. الانيشال انسبكشن هو الفحص المبدئي للدنشر مالتي. When removal partial denture framework from the dental laboratory is returned, first metal casting should be carefully inspected both off and on the master cast. لازم افحصه بصورة دقيقة جدا على الكاست ماتي واشيله من الكاست وهماتين افحصه، ويفضل انه الانسبكشن ماتي فحصي مو بعيني المجردة، اذا عندي فدنتال لوب او عدسة مكبرة او مايكروسكوب وتفر فتشي كبر لي حتى يكون عندي الفيجن واضح. surface of the framework should be smooth and free from scratch and other defects. يعني اشيك اول شيء السطح مالته السيرفس لازم يكون سموث سيرفس، ما بي اي سكراتشز، ما بي اي خدوش، ما بي اي كراكس، اي ديفكت ما بي. careful inspection should be made to ensure that the framework follow exactly the design submitted to the laboratory. يعني انا قعدت تعبت رسمت الديزاين، خليت له الكلاس بهاي الجهه، الكلوزر ريست هنايا، خليت اندايركت ريتينر، ضفت عليها اديشنال كلاس، استعملت فلان ميجر كونكتر. هذه الخطة يعني اللي رسمتها، الديزاين اللي رسمته على الكاست، المفروض المتل فريمورك يجيني بالضبط الديزاين اللي أنا رسمته، ما أنضيف عليه أشياء زيادة أو ما مختصر من عنده فد أشياء بكيفة، فأتأكد إنه نفس الديزاين أنا اللي مسويته. Ensure that all rest seat in direct retainer retention clasp, reciprocating clasp, major and minor connector and other components are present and well constructed as requested on the design cast. وأجين إنه أنا حطيت رسمت الديزاين مالتي، الكلاسبات، الريستات، الماينر والميجر كونكتر، كلها أتأكد إنه نفس ما أنا مخططتها، والتصميم اللي مسوي لي صحيح مو تصميم خاطئ. زين، بعدين metal framework component and connector should be measured with calipers. صحيح أن الفريمورك ما تصنع من المتل، بس هذا المتل يحتاج في thickness معين حتى يكون رجد. إذا قل thickness أقل من هذا الحد اللي هو 1.5 ملم، راح يصير عندي نوعا ما flexible بمرونة. فأني أجيب الكاليبر، الكاليبر اللي هي أداة القياس مالتي، أقيس بها thickness مالت المتل فريمورك، اشوف ايش قد الثيكنس مالته. ال 1.5 ملم بيز متل الوي ثيكنس فور سترينث، حتى يكون عندي سترينث لازم يعني اكون والرجيديتي حيكون اقل ثيكنس عندي 1.5 ملم. شوفوا هذا الديزاين مالتي، انا من يجيني من المختبر ارجع ارسل للديزاين اللي انا راسمته اللي هي بالضبط للانستراكشن، والديزاين اللي راسمته على الورقه على الكاست. يعني مرات ارسم على الكاست واكتب له بالورقه التعليمات اللي اريدها انا. زين، فارجع اتاكد انه هذا الديزاين نفسه اللي انا رسمت له، لو هو ضايف وياه اشياء من عنده، بلس انا انه اتاكد انه كل البارتس ديزاين مالتها صحيح، الثيكنس مالت الكلاسب صحيح، الكلوزر ريست مو اكثر ثيكنس مالتها اكثر من اللازم، ميجر كونكتر ديزاين مالتها صحيح، كل هذا اتاكد منه. بعدين اجي اشيك الانتاجليو سيرفيس مالت الفريم ورك، لازم اشوفها هم اجي فد ماجنيفيكيشن اباو عليها، اريدها تكون سموث جايه ويا الكونتورز مالت الاورال كافيتي ويا الكاست، يعني ادابتد على الكاست، ما بيها فويدز يعني ما بيها فراغات، ما بيها نودولز هيك مثل الشعفرات طالعه من عندها. زين، اذا فد شي رفنس، فد شي عور شفته باصبعي من مشيته على الانتاجليو، طبعا انا همنا بايدي امشيها
اكو شغلات ممكن تعورني، ممكن احسها خشونه. زين اشوف احتاج اوخرها، احتاج اسوي سموثنينج لهاي المنطقه. اذا هذه يعني الفراغات او الشغلات الزايده من عندها المفروض يعني ما تكون ما موجوده، خصوصا بمنطقه اتصال مثلا يعني الاجزاء اللي عليها لود، مثلا الريست ويا الماينر كونكتر، ما اريد هنا فد شيء مكان الاتصال بيه فد كراك او فد فراغ او فد متل زايد طالع من عنده. زين اتشيك الفينيشنج لاينز، احنا اتفقنا اكو انترنال واكسترنال فينيشنج لاينز بالدنشر بيز حتى اقدر اخلي الريزن اللي هو الاكريليك. اتشيك هذه اللاينز المفروض يكونون شارب وموجودين يعني ويل ديفاين. على مود يعطيني فدرتيشن حلو للدنشر مالتي. زين الادابتيشن او الانجلز مالتها يعني تكون ليس ذان 90 ديجري حتى تعطيني فدرتيشن حلو ويا الاكريليك، ما يصير دي بوندد للاكريليك، ما ينفصل عنها الاكريليك. زين هاي لما يجيني المتر فريم ورك هذا كله من يجيني من المختبر، كل هذا الديزاين اني والانسبكشن اقعد اسوي قبل ما اشيكه بالبيشنت ماوث. All external metal components should be highly polished with exception of the intaglio surface of the maxillary major connector. Intaglio surface هو التشو سيرفس، هو اللي راح يقعد على الميوكوزا. عدا هذا السيرفس مات المكزيلا، عدا هذا السيرفس كلها لازم اكون يعني كلها polished highly polished. زين لانه اذا اني هذه الانتاجليو سيرفس او الفيتنج سيرفس مات الفريم ورك سويت لها بولشنج، معناتها راح اضيع المعالم مالتها، ما راح تكون كلوز ادابتد للباليتال تشو، ما راح استفاد منها بالريتينشن. الانترنال كومبوننت اوف ذا ميتال فريم ورك ذات كونتاكت تشو شود هاف سموث مات فينيش سيرفيس ذات مينتين انتيميت سوفت تشو كونتاكت. يعني هي مو المفروض تكون خشنة بها زوائد بها حافات، لا هي المفروض تكون سموث بس مات، مو بولشت يعني ما مبولشينها، تكون السطح مالتها مطفي بس هي ثقيلة ناعمة وتمشي لي انتيميت كونتاكت ويا السيرفس، ما بيها اي فراغ بينها وبين السيرفس اللي راح تقعد عليه بين الميوكوزا. وما انسى همين اتشيك الفريم ورك وهو على الكاست. ال RBD framework should be examined while seated on the cast. أسوي فد يعني فحص دقيق، أشوف الميجر كونكتر مالته قاعد مضبوط على الكاست لو لا، أشوف الريست سيت قاعدة الريست قاعدة بالريست سيت مالتها لو لا، أشوف مكانات الميجر الريتينتيف arm والريسبروكال arm، أشوف الماينر كونكترز كلها أشوفها أتبعها، أشوفها قاعدة فت على الفريم ورك أو لا. وشي اكيد اذا انت شفتها اجيت جاك الفريم ورك وشيكته على الكاست ما قاعد فت على الكاست، فهذا معناته بيشت موت ما راح يقعد لك فت. اقعد احاول اذا اكو شي تصليحات بسيطة اسويها وبحيث يقعد فت على الكاست. لازم يكون الديزاين مات يعني دقيق الى درجة، شلون مثلا انت عندك كراون وتقعد تشيك الدقة مالت الكراون، لازم يعني يقعد على الابتمنت اللي انت محضره، لازم يكون القاعدة مالت المتل فريم ورك على الكاست بهالدقة هذه. هسه هاي هنا يعني عندي صورة المتل فريم ورك، هذا انا راسمته على الماستر كاست مالتي هذا بعد ما مسويت له دوبليكيشن، طبعا هاي بلوك اوت مسويت له جاهز. المهم ماستر كاست هذا الديزاين اللي انا راسمته، ارجع اتاكد متل فريم ورك بالضبط هو الديزاين اللي انا راسمته، ما مزيد عليه شيء زيادة. شيك الفينشينج لاينز، هذا اكسترنال انترنال فينشينج لاين من جوا، هذا السيرفيس كلها سموث، الماينر كونكترز الريستات شكلها كلها اشيكها اني، واشوف الفتنس على الكاست، شوف شلون قاعد فت على الكاست، معناتها اكو احتمال انه راح يقعد فت بالبيشنت ماوث. هسه عندي الطرق حتى الفيتنج للفريم ورك. اول شيء اللابراتوري انسبكشن، initial fitting of the framework should first occur in the dental laboratory as well before patient arrive for clinic appointment. يعني اصلا هو التكنيشن ورا ما يخلص لك المتل فريم ورك قبل ما يرسل لك لازم يسوي له انسبكشن. اول شيء يشوف الانترنال سيرفيسز لازم تكون ما بها قلنا نوديول، ويستعمل بولشينج بيست اللي سولها بولشينج بس تكون مات سيرفيس يعني مو بولشت، يسوي لها سموثنينج بس مو بولشت، قلنا لازم تكون مات. بقايا البيست هذا بقايا المواد اللي استعملها بالتنظيف
كلها لازم يوخرها، لازم الفيتنج سيرفيس كلين ما بي اي شيء. يعني ممكن يستعمل الراوند بير ستراي شانك، راوند بير يستعملها يسوي يشيل الاشياء الزيادات اللي موجوده. المتل فريم ورك شود بي انسبكتد نيكست وايل سيتنج اون ذا فريم ورك، يعني هسه اول شيء لازم بايده تشيكه اكو خشونات اكو فت اشياء زايده بالبير راوند بير شالها، بعدين يخليه على الكاست يشوف قاعدته على الكاست قاعد مضبوط لو لا. اذا ينزل حشر ويا يعني ربينج نسميها ربينج اجينست ذا كاست، معناتها شنو ال هذا بسوي الضغط، انا لازم شويه هاي المناطق اللي ضغط اخفف الضغط اللي بها، هو لازم يقعد بمكانه بدون اكسسيف بريشر. فاشوف هاي المناطق اللي تحتاج اسويها سموثنينج، اللي تحتاج طخه بها قويه اخفف من عندها بالبير مالتي، وبعدين اسوي كلوز اوبزرفيشن شود بي جيفن تو ذا فول سيتنج اند ادابتيشن اوف ذا ميجر كونكتر كلاس سيت اند اندايركت ريتينر. اقعده بمكانه على الكاست واشوف قاعد بالضبط، اكو مكانات مرتفعه مطاخه على الكاست مثل من باقي المكانات، كلتها قاعده بس السيتنج مالتها بها روكينج بها حركه على الكاست مو ثابت، يعني مو ادابت تدور على الكاست، كلها هذه اشيكها. شلون انا اعرف المكانات اللي تحتاج تصحيح، اللي تحتاج اشيل من عندها، اللي ضغطه زياده؟ استعمل فد شغله اسمها ديسكلوزنج ميديوم، مثل كلوروفورم، روج بيس او ليست كلوزنج واكس. هاي كلها اطليها اني على الفريم ورك حتى لما يقعد اطلي خلي طبقه على الفريم ورك على الفيتنج سايد مالته، حتى من يقعد على الكاست راح يصير المنطقه اللي يصير بها احتكاكي وهذا الماده اللي انا مخليتها، فيعني اعرف انه المشكله عندي صارت بهاي المنطقه، يطلع لي المكان اللي بالضبط يحتاج تعديل. بعدين من اجي اشيله من الكاست اباوع المكانات اللي راح قلنا احتك من عندها، اللي هي هاي المكانات اللي بالضبط تحتاج تعديل، واضبط انه اجيب فت عدسه مكبره او شيء يعني اشوفها تحت تكبير، فهاي المناطق هي اسوي لها تعديل، اسوي لها ادجستمنت، يعني فد بولشينج هنا، فد بير اشيل الزياده من عندها، حتى شنو هاي عرفت المكان اللي بالضبط يحتاج تعديل، ما اقعد اخرب الفريم ورك بس كليته وارجع يعني اقص من عنده هواي وارجع اتامل انه راح يقعد واشيك اكثر من مره اشيل وارجع اقعده حتى اضبط القعده مالته على الكاست. لا، اشيل عندي ديسكلوزنج ميديا دلتني بالضبط على المنطقه اللي تحتاج تعديل. هاي الخطوة كلها وين سويناها؟ هاي لابراتوري سواليها المختبر اول ما كمل الديزاين مالته رسله الي، يجي اني دوري النوم اسوي البروسيجر مالتي كلينيكالي، الكلينيكال بروسيجرز. Once the framework is fitted to the master cast, the casting is ready for clinical try-in. اللي هو شغلي أنا. When the clinician receives framework from the dental laboratory, this is an opportunity to inspect the fit of the master cast. أنا مو رأسا نجيبه ترى وألبسه الباشنت مال. هم أتينا بدوري أنا لازم أسوي له inspection. هم أفحصه. Also request to have the removable partial denture to be fabricated to completion without an additional appointment to fit the framework may be common. زين مرات البيشنت يطلب او الضرورة تقتضي انه انت مستوي تراي ان مستعجل ما تقدر تخلي، بس مع ذلك يعني فزت للتراي ان، مع ذلك الافضل انه تسوي انت التراي ان. زين Each patient should receive consideration based on his or her diagnosis of and internal assessment. يعني أحاول قدر الإمكان أسوي هاي الخطوة ما أتجنبها. For instance, the fabrication of removable partial denture in patient Kennedy class 1 اللي عنده extensive number of missing posterior teeth with moderate to extensive residual ridge bone loss may indicate the necessity for separate appointment to fit the framework and need additional clinical procedure. شنو معنى هذا الكلام؟ معناتها patient عنده class 1، class 1 يعني bilateral free end saddle، عنده أسنان هواية مقلوعة posteriorly، عنده long span dentulous area، هذا راح يتطلب من عندي appointment، ممكن يتطلب appointment إضافية وحدة حتى أني أسوي ال fitness أو أشيك الفيتنج of the metal framework، والثاني حتى اتشيك الفتنس مالت الريسيدوال ريدج مالت السوفت تشو حتى اخذ امبريشن للريسيدوال ريدج.
اذا انت عبرت هذه المرحله ما سويت فيتنج للميتال فريم ورك مباشره، خليت الاسنان والاكريليك ولبست البيشنت، انت وحظك قعد ومشيت امور وطلعت تمام اوكي، طلع البيشن الدنشر مالتك مو فت، طلع بيه فد مشكله، انت ذاك الوقت راح تحير تشوف المشكله بالميتال فريم ورك لو بالاكريليك اللي انت خليته. فتحديد مكان المشكله، تحديد السبب اللي انه الدنشر مو فت، راح يكون صعب عليك. فلذلك من الافضل انه هذه الخطوه واحد ما يتجاوزها. The framework should be inspected using both visual and tactile sense during setting onto the abutment teeth. أول شيء بعيني، وقلنا فد شيء مكبر، وبعدين الأفضل بإيدي همتي أنا على مود أشوف أكو فد بيخشونة أو فد شيء بإيدي راح أتلمسها، راح أعرف إذا أكو فد شيء بسهولة أميزه. لما أجي أقعد ال framework بمكانه، البرجر مالتي وين أسلطه؟ أسلطه فقط على الريستات وعلى الميجر كونكتر. منطقة السدل ما أسلط عليها ضغط، أسلط بس على هذه المنطقتين ضغط زين، وأشيكه وهو دا ينزل، دا ينزل براحته على الأسنان. لو فدا يسبب لي ضغط، يحتك احتكاك قوي ويا الأبوتمنت تيث، لازم أني أريد القعدة مالته تكون براحته زين، ورا ما يقعد تماما بمكانه، يعبر فوق الهات أوف كونتور ويقعد بمكانه على الرج. أجي أشيكه الأدابتيشن على الرج تمام، ما بيها أي فراغات، أشوف الروكينج اشوفها، احاول احركها يمين يسار انتيريو بوستيريو، اشوفها ستيبل لو بيها فد فراغ، بيها فد حركه ما قاعد بمكانه ثابت. اقدر استعمل نفس المعيد الديسكلوزينج ميديا اللي استعملتها قبل شويه، ديسكلوزينج واكس، حتى استعمل حتى اتاكد انه ماكو اي انترفيرنس يعوق لي القعده مالته على الكاست وعلى الاورال كافيتي. هذه الصوره عندي، هو هذه الديسكلوزينج ميديا، خليتها وين؟ على الريست، على الريسبروكال والريتنتف ارم مالت الكلاسب، على الماينر كونكتر، على الريست، كلها خليت عليها ديسكلوزينج ميديا. لبستها للبيشنت بالبيشنت ماوث، بعدين شلتها، سويتها اكزامينيشن، فحصتها اي مكان رايح من عنده الميديا، معناتها هذا بهاي سبوت تحتاج اسوي لها تعديل. Common areas to inspect are the long guide plane under the rest seat, in the shoulder area of the clasp, and on the minor connectors. هي هاي المناطق اللي أنا لازم أفحصها. هذه جوا الريست، ال minor connector، هذا minor connector، وجوا الريست والشولدر مالت الكلاسب. The adjustment should continue to be made with high speed diamond bear. المكانات اللي انا شفت بها يعني تحتاج انه اعدلها، اسوي هاي سبيد دايموند بير، كاربايد بير، او ستون بير زين، واشيك وارجع اخلي الديسكلوزنج ميديا على هذه المنطقه اللي يعني قبل شويه كان بها المشكله، واشوف السيتنج مالتها بعد اكو انترفيرنس لو لا. بعد اكو انترفيرنس اكرر العمليه، اشياء اسوي ريليف بها من جديد، واظل اكرر هذه الحاله الى ان اجي اقعده بمكانه ما يصير عندي انترفيرنس والديسكلوزنج ميديا ما تنقشط، ما يعني تطلع تماما مثل ما هي، معناتها هذه اني اوكي الشغل مالتي معنى هذا تمام. طبعا هو يعني قد احد يسال انه الريسبروكال ارم والريتنتف ارم راح يقعد، خصوصا الريتنتف ارم راح يقعد ويا يعني يصير تاتش بالتوث، وبعدين يصير ينطي من نفسه يعني يتوسع شوية على الهايت اوف كونتور ويرجع ينزل، يعني راح يصير احتكاك بالسن، بس هذا الاحتكاك هو محسوب مو فتشي اكثر من قابلية المعدن حتى يتمدد. فهذا التوسع مالت الريتنتف ارم ما راح يسوي لي انه الديسكلوزنج ميديوم تروح نهائيا، لا راح يصير بها شوية احتكاك بسيط بس تظل موجودة بمكانها. الاحتكاك القوي يوخر الديسكلوزنج ميديا كليته ويسوي لي يخلي المعدن مكشوف زين. فأظل أنا أسوي adjustment بالdiamond bear لحد ما يقعد fit بالمكان مالته. The framework that fit the master cast but not the mouth indicate إنه الماستر كاست is inaccurate and a new impression should be made to initiate remake of the framework. يعني أنت تشيكت وقاعد على الكاست مالتك وقاعدته حلوة، وتأكدت قبل ما يجي البيشنت، تأكدت من كل النواحي انه تمام، اجى البيشنت مالتك، شلت الميتال فريم ورك من الكاست، حطيته بالبيشنت ما شفته ما يقعد، سويت شوية
يعني ماينر التريشن ديسكلوزنج ميديا، شفته مقعد نهائي معناتها انت وهو قاعد على الفريم على الكاست معناتها الكاست مالتك غلط لاي سبب من الاسباب، كاستك هذا غلط، فلازم انت تاخذ طبعه جديده وتسوي كاست جديد وتعيد الشغل من جديد. زين الخطوه اللي وراها اجي اسوي ايفالويشن للاوكلوجن مالت الدنشر. الفريم ورك شود بي ايفالويتد فور كليرنس ديورينج بيشنت ارتكوليشن. Initially remove the framework from the patient's mouth and ask him or her to occlude. يعني أول شيء أني أطلع الفريمورك قبل ما ألبس الفريمورك أقول له عض يطبق حتى أني أشوف شكل الأطباق مالت البيشنت، أشوف الأكلوزال سيرفيسز مالت الأسنان قربها من الرج قربها من الأوبوزيت تيث، أكو فد سبيس إنتر أرش سبيس أو لا. زين إذا أكو فد يعني كلوزر سيرفيس صاير بي وير والاسنان شلون راح تصير العلاقه وياها. المهم احاول اشوف الاوكلوجن مالت البيشنت بحالها بدون وجود الدنشر. اذا لقيت عنده سبيسز مفتوحه هوايه زين ال يعني الفريم ورك عالي لما هو يعني مثلا لبسته بعدين يعني شفت الاوكلوجن مالته طبيعي ولبست الفريم ورك لقيت اكو صار اكو فتحات، يعني بالطبيعي ما كان عنده فتحات بين الاسنان كانت الاسنان متطابقه. لما لبست المتل فريم ورك باوعت اسنان البيشنت ما متطابقه، ما بها انتر اوكلوجن بيناتها، ماكو انتر كاس بيشنت بيناتها، معناتها شنو؟ معناتها الفريم ورك مالتك عالي، لازم تقلل من ارتفاع الفريم ورك. زين اذا عنده ماكسيلاري ومانديبل فريم ورك يعني مسوي له ابر ولور بارشال دنتشر، أنا مو اثنين وتم أحطهم بحلق المريض وأتشيك الارتفاع وأتشيك الفتنس مالتهم، لا أخليه واحد واحد يعني isolated، أخلي الأبر الواحدة بالبداية وأتشيك أشوف الفتنس مالته أشوف الانترفيرنس بالقعدة وأقول للبيشنت يطبق أتشيك الأكلوجن مالت الواحد واحدة. مثلا زي مثلا إحنا بدينا بالأبر، خليت الأبر وشيكت الأكلوجن مالت البيشنت شفت الاسنان تطبق وانتركس بيشن حلو، انزع الابر اجي البس اللور اخليها ماتين يطبق اشوف اكو انترفيرنس اكو اوبن بايت انتر اوكلوجن يعني الانتركس بيشن حلو مات البيشن، بعدين البسهم يا سويه ابر لور سويه واخليه يطبق واشوف الاوكلوجن مالتهم سويه. ال common areas of occlusion interference are on rest، يعني إذا المفتوح مثلا لبسنا قلنا وشفنا البايت مالته انفتحت ما صار اطباق تمام، الانترفيرنس وين اروح اشيك؟ اروح على الريست سيت، الكلاسب شولدر، الماينر كونكتر، هاي المناطق اللي يصير بها انترفيرنس ممكن يصير عض عليها فهي تفتح لي الورق العضة مالت البيشنت تخليها open bite. اجيب thin articulator paper او disclosing wax زين اخلي على هاي المناطق مالت الفريم ورك واخلي البيشنت يعض عليها. اذا هو الفريم ورك جاي لك من مختبر كلش مبولش وثقيل فالارتكليتنج بيبر من نخليها ما راح تطبع عليه، هذه اللي لونها كاربون بيبر من جهه احمر من جهه ازرق هذه ما راح تطبع عليه انه كلش ثقيل هو، فالافضل اني اتفق ويا التكنيشن من البدايه اقول له اجل خطوة البولشينج إلى ما بعد التراين، يعني يجيني من المختبر رف حتى يعني الارتكوليتنج بيبر تطبع عليه. أتشيك أني والمتال فريم ورك فتو حلو أرجع للتكنيشن شغل له خلي لي أكريليك خلي لي أسنان وبولش لي المتال فريم ورك. وقلنا نقدر نستعمل ديسكلوزينج واكس هذه على مود أتشيك بها الأكلوجن. هذا ديسكلوزينج واكس هذا هو المتال فريم ورك، جبت المناطق قلنا اللي يصير المفروض راح يعني ممكن يصير بها انترفيرنس اثناء الاوكلوجن، اوكلوزال ريست ماينر كونكتر والشولدرز، وخلت عليها ديسكلوزنج ميديا لبسته للبيشنت قلنا له اطبق عليه عض عليه. من طلعته شفت المكانات اللي صاير بها شويه، شوفوا هاي المنطقه راحت من عندها، الديسكلوزنج واكس راح من عندها، انكشف المتل هنا قليل، هذا المنطقه انكشف المتل عندها، هذه هيفي بايس بهاي المنطقه صايره، فايش اسوي؟ اجيب البير اسوي ريليف شوي بهاي المنطقه، ريليف بهاي المنطقه، اخلي ديسكلوزنج واكس جديد ولبسه للبيشنت مره ثانيه زين واخلي عض اشوفها راحت هذه، لو بعد هي المشكله موجوده هماتين اسوي ادجستمنت الى ان تنتهي هاي المشكله نهائيه.
واجيب الكاليبر مالتي اللي اتفقنا احنا المتل فريم يقيس لي الثيكنس مالت المتل فريم، وقلنا لازم اقل شيء يكون 1.5 ملم حتى يكون ريد ولا يكون فليكسيبل ولا ينكسر. المتل فريم ورك should be adjusted as needed until there is no contact of metal against opposite teeth. الا ان ماكو اي كونتاكت زين سوي رجعت لي يعني بالديسكلوزنج واكس اللي شفناه بالصوره، ارجع اليه سوي لي بولشينج ويكمل لي باقي الخطوات من يمه. زين هسه الكلينيكال بروسيجر افتر فيتينج ذا فريم ورك، شيكت الفريم ورك بالبيشنت واوز وطلع اوكي وتمام، هسه انا بدي اكمل باقي الخطوات. ذكرنا بالمحاضرة مالت الاوكلوجن نوع من الطريقة اللي هي سيلكتيف بريشر تكنيك او دوال امبريشن تكنيك، زين سمنا اللي هي الالترد كاست تكنيك سويناها. الامبريشن بروسيجر از اوفن ريكوايرد وين ذا ريموفابل بارشال دنتشر انفولف لونج سبان ديستال اكستنشن او لونج سبان انتيريور دنتشلس اريا، احتاجها لما عندي كلاس 1 وكلاس 2 لونج سبان، وحتى بكلاس 4 اذا كان لونج سبان ادنتشلس اريا احتاج اسوي وراها ماكسيلو مانديبولار ريكورد وفيس بو ترانسفير انتر اوكلوزال ريكورد وواكس تراي ان. زين هذه هو عبارة عن متل فريم ورك، اجاني خليت عليه الواكس اني مالت البيشنت وسويت تراي ان او يعني سويت هذه التكنيك هنا الترد كاست تكنيك، اخذ بيها كانما اخذ امبريشن للرج هنا والترد كاست تكنيك، بعدين اسوي له البايترن حتى اخذ جوريليشن، وبالمنطقه الارتيريال نفس الشيء اقدر اسوي. المهم اني اسوي تراي ان، ورا ما اسوي تراي ان للميتال فريم ورك اسوي تراي ان للاكريليك تيث على الواكس، بعدين يلا ادخل هالخطوه النهائيه وافنش الدنشر.